كابتن صالح، في موقف حصل اللي هو عدم دخولك أو منعك من دخول ملعب الجوهرة في افتتاحه. إيش اللي حصل وإيش قصة الصورة اللي يعني انتشرت لك وأنت جالس على الرصيف، يعني كابتن المنتخب السعودي في لحظة افتتاح ملعب الجوهرة يجلس على الرصيف بينما الآخرين يعني يمكن اللي جو بعد صالح نعيمة بسنوات. أبو سعود، أستاذ محمد، ما ودي أتكلم عن شيء فات ومات وكل الناس نسيته، ولكن للتوضيح ما قهرني أنه محلاتنا بعيدة كل البعد عن المنصة، 35 كرسي، حتى أنه زميلي زكي صالح اتصل علي بين الشوطين، وسمو صاحب السمو الملكي الامير نواف بن فيصل اتصل علي قال لي انا نازل لك تحت اطلع. قلت حرمت بالله، لان بعد نهايه الشوط الاول حاولت بكل ما اوتيت، والله العظيم ما في كلمه اساءه طلعتها على العسكريين، لاني احترم العسكريين، لأن العسكريين دائما يتبعون الأمر اللي جاي من فوق، من مين ما تدري. والله يا كابتن جانا أمر من فوق ممنوع الدخول. قلت يا جماعة الخير، يعني أنا رجل معروف يعني ما أحتاج. قال والله عيل عيننا وراسنا. جاني واحد من اللواء الله يبيض وجهه، جوني عقدة، جوني نقباء، جوني كذا كذا، ويعني يهدوني. قلت يا جماعة الخير أنا والله ماني زعلان عليكم، زعلان إني ما أدخل الملعب أشوف هالهدية اللي قدمها لنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله حرم الله عظامه على النار. أبغى أمتع عيوني فيه بس يا جماعة الخير. حط واحد يمسكني يوديني لدرجة ثانية، اتهموني ناس إني أبي المنصة. أقسم بالذي نفسه، بالذي يدي نفسي بيده، والنعمة الشريفة هذا وجعلها سم، إن كاني قلتها الكلمة هذه. قلت أقسم بالله يا جماعة واحد بس ياخذ يوديني لو درجة ثانية، بس خلونا نتمتع، على الأقل خلونا نتمتع بشوفة والدنا كذا. هذه كلمتي لهم. يوم شفت ما في فائدة، كان معي الأستاذ عبد العزيز الحيث مذيع الأخبار في السعودية، قلت له أخي عبد العزيز صلى على النبي، ما لنا فيها هذه. بعد ما راح ربع ساعة من الشوط الأول ورجع، قلت له خلنا نروح نغسل، نصلي المغرب ونصلي العشاء جامع قصر الجامع، ورحنا وغسلنا وصلينا ورحنا ونادينا راعي الباص، قلنا ولع المكيف، ولع المكيف. انا عاد من الحروره اللي فيني يعني لا زلت محتل انا، لاني ويعذروني كثير من الناس لاني اقسمت وحرمت بالثلاث اني لن ادخل ملعب الجوهره ثاني مره مهما كانت المناسبه، وانا عند كلمتي. حتى لو دعيت اليوم؟ لو انا عند كلمتي يا رجل. ما دعونا مباراة اليابان عشان ندعم زملائنا في أمام منتخب اليابان، يدعونا في مناسبة ثانية. زملائي اللاعبين محتاجيني أنا، ماجد عبد الله، صالح خليفة، يوسف خميس، يوسف الثنيان، كذا، ندخل معهم نتغدى نتعشى، نعطيهم البور، نعطيهم الشيء، نشد من عزيمتهم، نركب معهم الباص، مو شرط ان ندخل معهم غرفه الملابس، خلاص ان نطلع للمدرج، المهم ان خلاص يعرف. كدعم للعيون، كدعم. جميل والله العظيم، مرتك ولا كأننا سوينا شيء للبلد اطلاقا. ما في ناس يقولون انه انت حاولت تستغل الصوره يعني كسب تعاطف الجمهور، او اقسم لك بالذي نفسي بيده انها غير عبد العزيز، كسرت راسها لين قلت بس ما دريت الا يوم طلعت.
لانك خلاص زهقت. عبد العزيز تقريبا انا فكرت ان منسدح نايم، طلعت ابي احرك رجلي خلاص، جلست على الرصيف. والله العظيم اقسم بالله العظيم اقسم بالله انها غير مصطنعه شيء، بس من الحره اللي فيني، من الحره اللي فيني، ولا اني داري اني جالس على الرصيف. انا فكرت اني جالس على كب السياره، ما عاد شفت خلاص، ما عاد شفت. يعني هذا شيء كبير في حقي. يعني لاعب يا اخي 8 غرز بدون بنج، والدي توفى وانا العب، وامي دخلت عنايه مركزه، وليله في ليله مباراه الامارات اللي سجلت فيها الهدف والغاها الحكم السكران، ايدي تتكسر. مباراه العراق اللي لعبنا في 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 عمان يربطونها وارجع العب. الحوض عندي مكسور، العب بأبر فلترين، واحده هنا واحده هنا وواحده في الوريد بيتولف عشان تساعدني على عجلي. ما يقدرون هالشيء، ما يقدرون هالشيء. ما الومهم، ارجع واقول ما الومهم، لان ممكن عندهم اشياء اهم.